السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي، اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفوصفة جديدة. نتمنى يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم نشارك معكم ونقترح عليكم وصفتين. الوصفة الاولى هي سلطة كتجي لذيذة مغذية وصحية، سلطة متنوعة. والاقتراح الثاني غنشارك معكم تحلية فقط بالحليب والطحين والسكر اللي حققت ملايين مشاهدات، اللي جربوها بزاف الاخوات. كتجي كريمية لذيذة ومنعشة، ما تشبعوش منها. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم الوصفتين ديال اليوم. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. بسم الله. غنحتاجو في المقادير، عندي هنا كيلو ديال البطاطا اللي سلقتها وعجنتها كيف ما كتشوفوا. غنحتاج ربيع، نحتاج شوية الفرماج محكوك تقريبا 50 حتى 60 غرام، وغنحتاج شوية الإبزار. عندي هنا مايونيز حضرتها في المنزل. هنا عندي خضر، عندي جوج حبات ديال القرعة خضراء قطعة رقيقة كيف ما كتشوفوا، كتبقى محافظة على اللون ديالها والشكل ديالها. سلقتها في نص كاس ديال الماء تتشربت، ما تسلقوهاش بزاف، كتبقى شاده راسها كيف ما كتشوفوا معايا. جوج حبات ديال الجزر وجوج فلفلات مشويين فلفل الوان والذره معلبه او المايس. ندوزو للطريقه ان شاء الله. غنحتاج مع البطاطا الفرماج ربيع شويه البزار، غنضيف هنا مايونيز تلذذ لينا هذيك البطاطا وكتخليها ترجع كريمية كتعطيها مذاق زوين. مايونيز انا دايره معها ثومة دايرها بالزيت البلدية. البيض عندي هنا البيض سلقته وحكاه، عزل الاصفر على الابيض، كل واحد حكيته بوحديته. وغادا ندوز نخدم هاد، انا كنديرها بيدي مغسولين نقيين باش كنخدمها مزيان ودغيا. مكان الا درت المعلقه كتعطل. مايونيز فيها الحامض، خدميها بالحامض ماشي بالخل، كتجي شويه محمضه هاد المايونيز كتعطي مذاق لذيذ لهاد البطاطا. ممكن تضيفوا الكمون ايضا، كتخدموها عينكم ميزانكم تحصلوا على القوام ديال هاد البطاطا كيفاش بغيتوها تكون. كنبغيها تبقى شاده شويه راسها. مايونيز فيها الملح زايد، داكشي علاش ما درتش الملح في البطاطا. وكتذوقوها، ذوقوا القياس باش تعرفوا الملحه. صافي غندوز باش نحضر معكم الخضر الاخرين. باش نحضر هاد الخضر عندي هنايا جوج فصوص ديال الثوم درتهم مع الزيت البلديه وشويه ديال الربيع. غنضيف الملح حوالي على حسب الذوق، شويه ديال الابزار، نص معلقه، ملعقه ديال الكمون، نضيف شويه ديال الحامض، عصير الحامض. الخضره كتجي محمضه، قلت لكم في حبال ما شلاضه بارده هكا ما كياكلوهاش الدراري الخضره، وحتى حنا كتغلبنا الكبارين هاد الطريقه كنديرها ليها، كتجي دافيه كتقدميها دافيه كيغلبوا عليها وكتجي نكهه ولذيذه ما كيشبعوش منها، على عكس الا قدمتيها بارده ما كيقدروش عليها. نزول شويه من هاد الشرموله، بقى نشرمل بها الباربة تقريبا جوج معالق. وغنعمل هاد الخضر درعة وكيزو والفلفلة، نتشحرو مزيان في هاد الشرمولة، نشحرو تقريبا شي 5 دقايق حتى يتلبسو مزيان بهاد الشرمولة ويتنكهو بها. وغادا نستعملهم كي شتو فيها التومة الكمون الحامض، غنزيد شوية بحال باش يلذدها. صافي غنبقى بحال هكا حتى تلبس مزيان وغنطفي عليها. من بعد ما زولت الخضر من النار هي باقا سخونه، ضفت ليها هنا التون وغنضيف هذاك المايس ونخلطهم. هاد الخضره ممكن تقدم غير بحال هكا بوحديتها بلا ما نعمرو بها لا طارت. هذه ديال البطاطا اولا هاد العمارانيس كنعمر بها دوك لي بات اللي كيكونوا بحال عندهم لا فورم ديال كوكياج حجم كبير، كتعمريهم بها وكترشي فوق منهم الفرماج، كتدخليهم الفران سخون شي جوج دقائق، كتجي رائعه في المذاق حتى هي. يا اما ترافقيها بالسلطه، ترافقي هاد لي كوكياج معمرين بهاد الخضر على هاد الشكل في السلطه، يا اما تقدم
نتميهم بوحديتهم الوليدات. غندوز باش نمونطي معاكم هاد الشلاضه. غنحتاج هاد الاطار اللي غندهنوا شويه بالزيت من الجناب باش تسلت ليا الشلاضه ديالي بسهوله. ممكن ديروا المول اللي بغيتو، الاطار زعما اللي بغيتو، الشكل اللي بغيتو، مربع دائري، متوفرين بزاف على شكل ورده. الا ما عندكش ممكن ديريه في شي بواطه هكا البلاستيك عندها شي شكل محدد، يا اما مربعه ولا مدوره، وتلبسيها بالفيلم اليمونتير وتمونطي فيها هاد الشلاضه. وفاش سالي كتدخليها شي واحد المده معينه الثلاجه تشد راسها تقريبا ساعه ساعه الا ربع، وكتقلبيها في طبق التقديم وتزيني هذيك الساعه كيف ما بغيتي. كنساوي ليها الوجه ديالها. البطاطا باقي دافيه، وشفتوا الخضره يلاه طفيت عليها، كتزيد كتعطي سخونيه لهاد البطاطا. جربوها بالطريقه اللي قلت لكم، قدموها دافئه كتجي لذيذه، اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. غندير واحد الطبقه رقيقه ديال المايونيز، معلقه تقريبا، ندهنها على هاد الوجه ديال هاد البطاطا. غادي نصب هاد الخضر. دابا غندير الطبقه الثانيه ديال البطاطا. كنساوي ليها الوجه ديالها. غنعاود ندير طبقة رقيقة، ندهن هذا الوجه ديال البطاطا بالمايونيز. إذا كان عندكم الوقت دخلوها تقريبا نص ساعة للثلاجة، إذا غديروها في غير الحال بارد. دابا الحال بارد محتاجش ندخلها للثلاجة. غندير هاد الاطار الوسط، غنزين وجه هاد الطورطه او سلاد طارت على هاد الشكل بالخيار اللي مقطع رقيق. التزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الموجود عندكم في البيت ديالكم. وسط هاد الاطار ندير اصفر البيض المحكوك، حاولوا حتى هو يبدو ليه الوجه ديالو. ندير بيض ابيض البيض محكوك، ندوره مور الخيار. هنا عندي المايس والكرومب، هذا الكرومب اللي كيكون اللون ديالو موف، الزبيب، غنضيف عليهم اللوز والقرقاع اللي عندي محمرين ومهرمشين، غنضيف شويه ديال عصير الحامض. هاد الزبيب كيعطي واحد التتبيله رائعه، واحد المذاق رائع لهاد السلطه. ممكن تقدموها في اطباق فرديه كيف ما ممكن تقدموها هكا في شلاضه عائليه. ضفت شويه الملحه، غندير شويه ديال الزيت، زيت الزيتون، وغنخلط. هاد السلطه كتجي رائعه وغنيه هاد الالوان اللي فيها. المكونات كنعرفوا الموز كيتواتى مع الصفر ديال اللون ديال المايس، كتجي رائعه كيف ليكم. جربوها اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. غنضيف ليها واحد معلقه مع مراش ديال مايونيز، غير معلقه صغيره. وهنا عندي الباربا اللي شحرتها في ديك شويه الشرموله اللي حيت، كتجي لذيذه. جربوها هكا ساخنه، وغادي نزين بهم الجوانب ديال هاد السلطه. وهذه هي الشلاضة ديالي من بعد ما ساليتها. بسم الله نزول هاد الاطار، شفتو كندير ليه الزيت باش كيتسلس بسهوله. كتجي على هاد الشكل، رافقتها زينتها في الجوانب سلطه ديال الكرومب الموف كيف ما وريتكم. عندي هنا الكروفيت اللي شحرتها مع شويه ديال الثومه والربيع وشويه ديال البزار وشي معلقه عصير الحامض وزيت بلديه شحرتهم. كنحاول الكروفيت تبارك الله موجوده عندنا هاد الايام ورخيصه بثمن مناسب. عندي هنايا الباربا وصافي، كنقدمها على هاد الشكل. نتمنى ان شاء الله يروقكم هاد التقديم اللي قدمت. كي قلت لكم حاولت نقديم اللي عندي في الدار، وفي نفس الوقت نديرو حاجه اللي هي زوينه تشجع الوليدات انهم ياكلوا شلاضه خاصه في هاد الحال بارد.
نتمنى تجربوا الشلاضه بالطريقه اللي اقترحت عليكم اليوم، ونتمنى التقديم اللي قدمته يروقكم. وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو، ما تنساونيش بالدعاء واللايكات والتعاليق ديالكم اللي كتفرحني. الحمد لله، الحمد لله عليها وعليكم. والله الله ينولكم حتى نتوما داكشي اللي كتمناو يا ربي. ونمر الان لتحضير الوصفه الثانيه. بسم الله على بركه الله. غنحتاج لتحضير التحليه الشهيره، غنحتاج ليها 80 غرام ديال الزبده، زبده من النوعيه الجيده. الوصفه الاصليه فيها 100 غرام، حاول تنقص ما امكن من الحلاوه ومن الدسم. داكشي استعملت 80 غرام. عندي كاس ديال الطحين الابيض ما يعادل 120 غرام، الفانيلي للتنسيم 100 غرام ديال السكر ما يعادل كاس معمرش، 1 لتر ديال الحليب وقبصه ديال الملح. نبدا على بركه الله. عملت الزبده تذوب في كاسرونه فوق النار. شفتوا معايا الزبده بدات كتذوب، ما كنخليوهاش حتى كتغلى. اون فوا تذوب نضيفو الطحين دفعه واحده ونحركو مزيان باش الدقيق كله يتلبس لينا بهاد الزبده ويطيب ما يتكتلش. ضروري نبقى نحركو، خاصنا الدقيق يطيب ما يبقاش خضر. غنبدا نضيف بسم الله الحليب بشويه، ما كنضيفوش الحليب دفعه واحده، كنضيفوه بشويه بشويه حنا كنحركو. الا ضفناه دفعه واحده غتكتل لينا الطحين وما غداش يطيب. كنحاولوا نحركوه اون فوا كينسجم هاد الطحين مع الدقيق، كنعاود نزيد دفء شويه عاود ديال الحليب ونحرك. بهاد الطريقه كيجي هاد كتجي هاد التحليه منكهه مزيان. هذاك الحليب داك الطحين طيب فيها مزيان، ماشي بحال فاش كنخلطو الطريقه اللي كنعرفو العاديه اللي كنديرو بها المهلبيه، ولا كنخلطو كلشي في مره وكنحركوه فوق النار حتى كيعقد. بهالطريقه كيجي منكه اكثر بديك الزبده وكيجي كريمي. كنبداو ديك الطريقه في الاول الزبده مع الطحين بحال الطريقه اللي كنحضروا بها لاصوص بيشاميل. كنبقاو نزيدو الحليب بالتدريج شويه بشويه. كيبان تشرب الحليب كنضيف دفعه اخرى ديال الحليب، وهكا كنحرك كنضيف الحليب وكنحرك حتى كينسجم كلشي. شفتوا معايا كينسجم، كينسجمو العناصر ما كيبقاوش حتى كتولات ديال الطحين. فهاد الاثناء نزيد قبصه تاع الملح باش توازن الذوق. التحليه صراحه كتجي هائله وغير مكلفه. شفتوا معايا بالسكر والطحين والحليب، داكشي علاش حققت مشاهدات بزاف بزاف. الاخوات طبقوها، كلشي يعتمدها وتقدمها في الشكل العائلي في شكل فردي. ضفت دابا الكمية ديال الحليب كاملة، غنبقى نحرك. غنضيف دابا السكر، كي قلت لكم عندي 100 غرام ما يعادل كاس معمرش ديال السكر. غنضيف الفاني تقريبا ملعقة صغيرة. هاد الفاني كيعطي نكهة احسن من الساشي. شيش درت ملعقه، اما تستعملوا جوج او ثلاثه صاشيات ديال الفاني او ملعقه صغيره من هاد الفاني، اما السائله اما هاد البودره. كنستمروا في التحريك، ما نحيدوش يدينا عليها، غنمشيو نحيدو يدينا عليها غتلصق وتولي او تحرق لينا ويتلون هاد الخليط يولي فيه الحرق ديال الطحين او النسمه ديالو. شفتوا معايا بدات كتختار، شفتو القوام ديالها بدات كتختار، ما كاينش نهائيا التكتلات ديال الطحين. خصنا نحصلوا عليها بهذا القوام. كتاخد لينا كتستغرق شويه الوقت ان هكا الخليط يختار باش يطيب لينا الطحين. تاكدوا تماما انه كيطاب وعلى عافيه
متوسطة تقريبا كتستغرق ما بين 20 حتى 25 دقيقة. شفتوا معايا كيوريتكم القوام ديال الخليط كيفاش خصو يكون، وشفتوا معايا انه فيه لا تكتلات لا والو. دابا حيدها من النار باش نصبها في المول. دابا غندوز نصبها في المول. قبل ما نصبها نولي نحركها. المول القطر ديالو تقريبا 26 سنتيم، اي حجم عائلي. بسم الله، شفتوا معايا القوام ديالها كي داير، ما كاينش ما فيهاش تكتلات نهائيا. وغنخليها على جنب تبرد تاخذ الحراره ديال المطبخ، عاد ندخلها للثلاجه على الاقل ساعه وغندوز نحضر طبقه الكراميل. دابا غندوز لتحضير الطبقه الثانيه ديال التحليه ديالنا، طبقه ديال الكراميل. غنحتاج ليها عندي 100 غرام ديال السكر ما يعادل كاس ما عامرش. غدا نعملها فوق النار حتى تذوب على خاطرها، نار مهيله. غنحتاج ايضا بين ما درت السكر يذوب في المقله، غنحتاج لهاد الطبقه ديال الكراميل، ملعقه ديال الزبده، كاس ديال الحليب. الوصفه الاصليه ما فيهاش الحليب ولكن بغيت نغنيه، والحليب غيخلي الطبقه ديال الكراميل تجينا لذيذة اكثر وغنيه. نص كاس ديال الماء نخلطو مع ملعقه كبيره ديال النشا باش تجينا هذيك الطبقه ديال الكراميل كثيفه ما تجيش سايحه. غنتظر على السكر يذوب ليا وياخذ اللون الذهبي ونكمل التحضير ديال هاد الطبقه الكراميل. غنضيف قبصه الملح مع المايزينا باش تقاد لينا الذوق ديال الكراميل. من بعد ما داب الكراميل كيف ما كتشوفوا غنضيف ملعقه ديال الزبده، من الاحسن تكون زبده حيوانيه، كنحاول نفضيها. وغنبدا نضيف الحليب شويه بشويه، واخا يبان لكم تكتل الحليب يكون دافي من الاحسن. واخا يبان لكم تحجر راه كيتكونوا زعما كتل ديال السكر راه كيولي كيذوب. من بعد ما ذاب السكر كامل، من بعد ما ضفت الحليب، دابا غنضيف الخليط ديال مايزينا والماء. بسم الله، ونحرك حتى يختار لينا الخليط. كنحرك دائما زعما مهيله حتى يبان لي الخليط بدا كيختار، وصافي الكراميل ديالنا غيكون وجد بدا كيختار كيتكونو فيه فقاعات. صافي غنطفي عليه وجد. ضفت هنايا ملعقه ديال نسلي كراميل ونخلطها تعطينا تزيد تعطينا اللون والمذاق لهاد الصلصه او لهاد الطبقه ديال الكراميل. ودابا غنصبو على الطبقه ديال الكريمه ديالنا من بعد ما بردات وعقادت. بسم الله، نوزعها بالتساوي وغدا نخليها تبرد شويه شي 10 دقائق وندخلها للثلاجة على الاقل نص ساعه. الطبقه الاولى راه بردت مزيان وعقادت، خصي الطبقه ديال الكراميل تبرد. وهذه هي التحليه ديالي من بعد ما بردات، قدمتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. زينتها باللوز افيلي وحبيبات الشوكولاته وخطوط ديال صلصه الشوكولاته. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، تنوعوا بها في التحليات. حنا مقبلين على شهر رمضان الفضيل ان شاء الله، كنحتاجوهم الفطور والسحور ايضا. تقدموها بشكل عائلي بحال هكا او في كؤوس فرديه. شفتوا معايا كيفاش كتجي كريميه ومعلكه، وهاد الطبقه ديال الكراميل ما كتجيش متماسكه، كتجي كثيفه ومشي متماسكه وفي نفس الوقت ماشي سايحه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش بالنسبه اللي كيزور القناه لاول مره يشارك معنا الى عجبو المحتوى، وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.